برد أنهر سبعة وحور عين. هذه حال دمشق قبل عقود حين كان برد شريانها وتعزف عروقه نغمة الجمال وعبق الجنة، فكيف هو الحال الآن؟ أنا صوت منك يا برد. برد ذلك النهر الجبار الذي يصر على التمسك بالحياة مستمدا قوته من ماضيه المجيد رغم قسوة الزمن عليه وظلم بعض أهله له، وبعد أن كان ينتشر بفروعه السبعة كالشرايين التي تضخ الحياة في جسد دمشق أصبح كأخدود دمع أسود في وجه العاصمة السورية. من هنا وللسنة الثانية على التوالي تداعت عدة جمعيات أهلية وبيئية في حملة تهدف إلى تنظيف نهر بلدة. السنة هاي غيرنا المحور، أخذنا خانق الربوة لأهميته وضرورته لأنه هو خاصرة دمشق، فحننظف كمان من عند مضخة الربوة لعند أطفائية الربوة. وبعد أن ارتدى المتطوعون ثياب العمل انطلقوا إلى مكان المهمة البيئية بامتياز، والتي كانت حماسة المشاركين عنوانها الأبرز. أنا من جمعية سورية للبيئة، حبينا اليوم ننضم لفريق الرواد ونساعدهم بتنظيف بلدة. وحتى الأطفال لم يغيبوا عن هذا المشهد الحضاري. بدنا نساوي ننظف النهر بلدة ونصير نضيف مثل ما كان من زمان. النهر أصبح اليوم مكب نفايات وبيئة مثالية للحشرات بعد أن كان روح دمشق وأحد رموزها الجمالية، وملهما لشعرائها الذين بثوه أجمل القصائد. هذا أقل شيء منقدمه لدمشق لسوريا اللي محتضنتنا كشعب فلسطيني، وشخصيا وكمان إيمانا منا بالمركز وفاء لكل الشعراء العظام اللي كتبوا عن هذا النهر. كاميرا تلفزيون الدنيا نقلت شكوى العاملين المسؤولين عن تنظيف النهر الذين كان لهم أيضا يد طولة في هذه الحملة. نحن نتمنى من الأهالي هون نهر برد بشكل يومي، يعني عمال صباحي ومسائي كل يوم شكل يومي عزيل ومعزيل. نتمنى من الأهالي شيء تراعي ظروف العمال والمطاعم وكذا. نقوم بأعمال تنظيف يوميا ويوميا صباحا ومساءا، ونقوم بأعمال تنظيف وننظف الأعمال بشكل جيد، وثاني يوم ثالث يوم وكذلك الوسخ مثل المكان. أما المسافة التي شملتها عملية التنظيف فهي حوالي 1100 متر من المجرى المائي. لنغسل التعب عن بردة شعار أطلقته هذه الحملة، على أمل أن يتعاون الجميع في هذه المهمة حتى يعود بردة نظيفا وتعود مياهه متلألئة صافية كما كانت. مصطفى عباس، تلفزيون الدنيا، من ضفاف نهر بردة. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع خالد حسواني. أهلا.